احيانا اشكم مراتك. فده طبعا مش عايزه اقول ان هو بينفعهم، لا هو بيضرهم. فالمفروض ان هما الاثنين يبقوا متفقين ان حياتهم مشتركه بينهم هما الاثنين وبس، واي تدخل يبقى تدخل بطريق خفيف، بطريقه خفيفه وبسيطه وبدون ما تحكي اي تفاصيل سواء كان الراجل او الست. ايا كانت المشاكل يعني نقسمها حاجه حاجه. يعني عايزين نتكلم معاكي فتره الخطوبه ازاي، يعني الشكل العام للتعامل بين الاهل وبعضهم وكمان ما بين الولد والبنت وبرده بعد الجواز، لان هنا منطقه الخطوبه برده فيها يعني الى حد ما الحساسيه كبيره قوي بشكل كبير. اختيار الحاجات لسه في البدايه، مش عارف المكان اللي هنقعد فيه او الشقه اللي هنجيبها، الدهانات الداخليه، الحاجات اللي هي دي ممكن كل واحد ليه وجهه نظر معينه عايز يحطها في التوقيت ده، مع ان الطرفين اللي هم اصلا هيتجوزوا ممكن ما يكونش ده اختياراتهم تماما، وكل واحد بيبقى برضو الى حد ما عايز مصلحه ولاده، طرف البنت وطرف الولد. البدايه في الخطوبه تكون عامله ازاي، وازاي اعمل لها يعني بشياكه كده حدود وسطيه. جميل، خليني اقول لحضرتك ان في بدايه التعارف بين العائلات بلاش بين الشخصين بيبقى في نوع من الحب ومن الاحترام من الموده. علاقات طيبه بتبقى بينهم وبين بعض، ازاي ان العيلتين يبقوا قريبين من بعض بس بطريقه حلوه. أيوة. لكن خليني اقول بقى في اختيار الاساسيات او في اختيار شكل الحياه، المفروض ان هو يبقى على الطرفين اكتر، لان هما اللي بيختاروا حاجتهم بنفسهم. بس في نفس الوقت عايزه اقول ان الاهل بيتدخلوا، بس بيتدخلوا في حته الامكانيات الماديه شويه، لكن الاختيارات والالوان ونجيب ايه ونحط ايه هنا ونحط ايه هنا، فالمفروض ان هو بيرجع للزوجين. ليه؟ ده بيتك انت، انت اللي حابب الوانك، حابب اوضتك تبقى شكلها ايه. ممكن انت تكون محتاج حاجات بسيطه جدا مش مكلفه بالنسبه له، ممكن هم عايزين يجيبوا لك احسن حاجه، فهنا هيحصل اختلاف. انت مش هتبقى مرضي بالحاجات الاوفر قوي اللي هم عايزين يعملوها معاك، بس هتبقى مرضي باختيارك الشخصي، هتبقى مرضي بذوقك انت. نفس الكلام برضو البنت بتبقى بتحلم بشكل شقتها، بتحلم بخصوصيتها اللي هي لسه بتبتديها. مظبوط. فالاهل لما بيتدخلوا هي بتحس ان ده مش اختيارها. طب معقول حتى حياتها الشخصيه مش هتبقى هي المشاركه؟ مشاركه ازاي؟ لا، هي مش هتبقى هي الاساس في اختيارها. طبعا ده مش صح. فخلينا نقول خلي العيلتين يبقوا محترمين بعض وبيحبوا بعض ومع بعض في المناسبات كلها، لكن في الاختيار وفي شكل الحياه للطرفين لا، بتاعهم هم بس. يعني نقول الكلام ده؟ هو لازم يتقال طبعا، ويبقى في حدود. حدود بمعنى ان انا مش هزعل اهلي، بس اعرف اهلي انا حابه ايه او حابه ابدا حياتي ازاي، وفي نفس الوقت اعلمهم في حاجه جديده بقى بالنسبه لي، صفه جديده، حاجه اسمها خصوصيه. حاجه اسمها خصوصيه بيني وبين الطرف الثاني، ودي شويه لو احترمتها فعلا من الاول وحطيت ليها حدود بس بشياكه وبذكاء بحيث ما ازعلش اللي قدامي، هعرف احافظ على وقت طويل قوي في العلاقه. طب دكتور، انا عجبني قوي في كل الكلام ده حاجه معينه لفتت نظري، هو عجبني طبعا كل الرد، بس انا قصدي لفت نظري اكتر انت حضرتك شددتي جدا على حته الطرفين. اكيد في بقى علاقات بيبقى فيه الطرف الاخر غائب، يعني غياب، تمام؟ فهنا بتبدا بقى المشكله مثلا في التعامل. مثلا لو هنقول الراجل هو الغياب، فالبنت دلوقتي منها اللي حماتها، او كمان العكس صحيح ان دلوقتي البنت هي اللي غياب فالراجل منه مثلا اللي حماه او لحماته. طب ما تيجي نتكلم على كل طرف على حد. اكيد. لو هنقول انا هبتدي بالراجل، لان دايما اقول ان البنت بتحس ان هو الامان بالنسبه لها، بتحس ان هو السند بالنسبه لها، بتحس ان هو المرجع ليها الاساسي والاول. فبالتالي لو الطرف ده غاب شويه مش هتبقى العلاقه فيها توازن، بل بالعكس ده هيبقى فيها مشاكل طول الوقت. صح. لان هي هتاخد الحته القياديه اللي المفروض تبقى هي المفروض مسؤوليه الراجل، فبالتالي كل قراراتها هتبقى ليها لوحدها. فلو ليها لوحدها وهتصطدم بام الزوج، فبالتالي هنا هيحصل مشاكل كتير قوي. هي نفسيا مش هتبقى مقتنعه انها اتجوزت، ما هو الجواز ده شراكه بين اتنين، حتى لو مواقف بسيطة ما بتبقاش محتاجة حل من حد بس أو محتاجة قرار من واحد بس، لا هي محتاجة قرار من واحد، وفي نفس الوقت القرار يرجع للطرف التاني، يبقى في مناقشة وحوار لحد ما يقتنعوا. فتخيل كده حياة مشتركة بين اتنين وطرف واحد بس اللي هو موجود، فبالتالي مفيش توازن، يبقى هنا هيحصل مشاكل كتير قوي وده غلط. بالظبط. طب لو قلت إن الزوجة هي اللي دورها مش موجود، هيجي عليها وقت من الاوقات وهتحس ان هي ملهاش شخصيه او ضعيفه الشخصيه او ملهاش دور في حياتها، هتبدا برضو هنا المشاكل. الراجل على فكره طول الوقت هو مش محتاج الست في حاجه واحده، لا هو محتاجها في يومه كله، محتاجها في تفاصيل حياته. فلما ما يلاقيهاش، هل في حاجه اتغيرت عليه؟ يعني ايه هو اتجوز ومش حاسس باحساس الجواز ان حد مشاركه في كل تفاصيله؟ فاعتقد برضو ان هيبقى حاجه ناقصه منه. وهنا العلاقه اول ما بيبقى فيها خلل وعدم توازن، تعالى بقى يلا بينا نعد مشاكل كتير قوي، حتى لو مواقف بسيطه هم مش هيعدوها لبعض،
لان كل واحد عنده مخزون من اللي قدامه. ان انت قصرت فيا في واحد واثنين وثلاثه وانا ما لقيتكش لما كنت محتاجالك، يبقى انت جاي تطلب حقوقك ليه؟ ما انت واجباتك اصلا ما بتتعملش او مش متشاف. فبالتالي هيحصل مشاكل كتير قوي واكيد العلاقه مش هتستمر. عارفه يا دكتور كده في الطرف الاخر بيجي بعد الهنا بسنه، دي اكبر هو جه متاخر متاخر بعد مثلا نقدر نقول سنين، فاللي هو لما جه بقى يحاول يعمل اللي هو هتلاقي الطرف الاخر مش هيتقبله، هيقول له انت كنت فين طول الوقت. او بمعنى اصح تاني هي بتبقى اي طرف فيهم بقى بيبقى سيستم ان هو عايش حياته لوحده، بيعرف يمشي صح. دنيته واموره كلها لوحده، قراراته لوحده مش مشتركه، فبالتالي لما حد يبدا يبقى جديد في حياته لا هيبقى مرفوض، وهيبقى مرفوض لوقت طويل قوي، وبرده هيحصل خلافات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. مظبوط. طيب دكتور، يمكن احنا دايما بنتكلم عن بعض المشاكل بقى لما بتحصل ازاي اتفاداها وازاي امنعها والحاجات دي كلها، لو اتكلمنا على البدايه خالص انه ازاي اصلا اكسب الطرف الثاني، مش الطرف الثاني اللي هو شريك حياتي بس، اكسب اهله، او الراجل ازاي يكسب اهل مراته، ايه التصرفات البسيطه اللي ممكن الشخص يعملها في البدايه خالص